أصحاب السعادة أيها الأصدقاء، لقد أتيت إلى هذا العمل وهذه العملية على مدى سنة ونيف، وعلى مدى هذه السنة فقد لاقيت وزراء وأعضاء وفود ومناضلين ونشطاء وشباب ورواد أعمال ونساء ورجال وأطفال من مختلف مشارب الحياة، وكلهم يرغبون في جعل هذا الكوكب أكثر احتواء لفرص الحياة الكريمة. وقد استمعنا إلى معاناة الملايين، وحتى وإن كانت هناك فجوات في وجهات النظر بين الأطراف في بعض الأحيان، فإننا نبقى دائما عاملين في نفس الاتجاه وبطرائق مختلفة. فما نحتاجه هو بناء ثقة وتراحم وتعاطف وتفاهم مشترك، فالعالم يستحق ذلك منا، وهذه العملية تستحق هذا الجهد منا. على مدى السنة الماضية فقد تشرفت بأن أشتغل إلى جانب مجموعة من النساء والرجال الذين أعبر لهم عن صادق امتناني على الدعم الذي قدموا خلال هذه الرحلة. أشكر الأمين العام الأممي الذي لطالما دعم العمل المناخي العالمي والذي ارتقى به إلى آفاق جديدة في جدول الأعمال العالمي. أعبر عن امتناني للاتفاقية الإطارية الأممية المعنية بالمناخ ولباتريسيا إسبينوزا ولسايمون ستيل، كلاهما قد بذلا كافة الجهود من أجل تيسير مهمتي.